ورجعنا لكم بعد الفاصل، واهلا بكم في فقرتنا الثانيه تحت عنوان حارب اعاقتك. الحقيقه يا جماعه انا من وجهه نظري ان الاعاقه مش كل انسان عنده عله جسديه او عله ذهنيه او كلام من ده. لا، انا من وجهه نظري ان المعاق ده هو المعاق في تفكيره، اللي ما بيعرفش يفكر، اللي ما بيعرفش ازاي ان هو ينمي من نفسه او يطور مستقبله. من الاخر كده الانسان الكسول هو ده من وجهة نظري ده المعاق. إنما المعاق جسديا أو المعاق ذهنيا ده لا يمكن إن احنا نطلق عليه معاق، لأن الناس دي أثبتت فعلا إن هي بتتحدى إعاقتها، وسبحان الله ربنا بيوفقهم دايما. وسمعنا عن أمثلة كتير جدا وأمثلة جميلة جدا ووصلت لأعلى المناصب وأعلى المراكز، وعلى الرغم من إن عندهم ما يسمى بالإعاقة، اللي أنا مش عايز أقول كلمة إعاقة. لذلك أنا النهاردة يسعدني ويشرفني أن يكون معايا الكابتن هبة رأفت، الحاصلة على المركز الأول في رياضة الكاراتيه على مستوى محافظة أسيوط. صباح الخير يا هبة، عاملة إيه؟ الحمد لله. ومعنا برضو النهاردة الأستاذ علي زيادة، خال الكابتن هبة رأفت. صباح الخير يا أستاذ. صباح الخير يا أستاذ إسلام. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير. إحنا النهاردة يا كابتن هبة عايزينك تتكلمي وتعرفينا بنفسك وتعرفي الجمهور بنفسك والبطولة اللي خدتها. اتفضل. أنا اسمي هبة، عندي 35 سنة. بدأت الكاراتيه وانا عندي 16 سنة. تمام، يعني بدأت من سن صغير؟ لا، كبير. 16 سنة كده كبير. تمام. يعني فين بتبدأ؟ من 3 سنين. تمام. وحصلت بقى على بطولات ايه؟ سبع مرات بطولة محافظة. تمام. مركز أول. مرتين بطولة جمهورية، المركز الثاني. طيب، وورينا كده الشهادات بتاعتك كده والميداليات، ورينا كده فرج الجمهور. يا جماعة احنا معانا كابتن رياضي من الدرجة الأولى، اتفضلي فرجينا على الميداليات. تعرف تعرفنا الميداليات دي واخداها فين وكده؟ أكيد. اتفضلي اتفضلي. دي بتاعت بطولة المحافظة. بطولة المحافظة ارضيها قدامك كده. تمام يا جماعة، دي الميدالية بتاعت بطولة المحافظة زي ما حضراتكم شايفين معانا. البسيهم بقى، البسيهم برضو كده وانت قاعد. البسيهم. تمام، براحتك خالص، براحتك. ودي برضه بتاعت بطولة المحافظة ارضيها في وش الكاميرا، ارضيها في وش الكاميرا زي ما انتم شايفين يا جماعة كده. دي الميدالية التانية اللي حصل عليها الكابتن هبة. اتفضل يا كابتن. دي بتاعت بطولة الجمهورية. ودي بطولة الجمهورية يا جماعة، ده حصلة كمان على بطولة الجمهورية، بسم الله ما شاء الله. المركز الثالث. المركز الثالث على مستوى الجمهورية لرياضة الكاراتيه. لا، بسم الله ما شاء الله يا هبة، منورانا بجد. تمام، اتفضل. ودي بتاعت الجمهورية. دي بطولة الجمهورية برضو يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين. تمام. بسم الله ما شاء الله. ده كده الواحد ما يقدرش بقى، الواحد يخاف بقى هبة اللي يكلمك كابتن ربيع على طول. اتفضل. دي بتاعت بطولة المحافظة. المحافظة برضو. دي واخداها يا جماعة برضو من المحافظة زي ما حضراتكم شايفين، محافظة أسيوط. المركز الأول. المركز الأول محافظة أسيوط في رياضة الكاراتيه. تمام تمام. طيب، انت نفسك تقولي ايه بقى لرئيس الجمهوريه؟ احنا عرفنا ان انت عايزه توجه له كلمه، اتفضلي. اولا انا صحفيه. صحفيه كمان؟ تمام تمام، اتفضلي. عايزه اعمل لقاء مع السيد. احنا يا جماعه بنوصل صوت كابتن هبه من هنا من خلال برنامجنا ابن حياتك على قناه الصحه والجمال. يا ريت صوتنا يوصل للساده المسؤولين ويتيح الفرصه للكابتن هبه رأفت ان هي تتقابل مع السيد رئيس الجمهوريه. اتفضل. وعايزه تقولي ايه برضه للوزيره غدا والي؟ برضه كنت عايزه توجهي لها كلمه. غدا والي، اقول لك كفايه. عايزه ايه؟ اقول لك كفايه. يعني انت في دماغك ايه وحابه ان هم الدوله تعمل ايه للجماعه ذوي الهمم؟ لان انت كده اثبتتي، يعني انت نموذج مشرف واثبتتي ان انت تحديتي الحاجه اللي عندك، وبسم الله ما شاء الله. انا عن نفسي والله فخور جدا بيكي، وفخور ان انت اصلا في برنامجي، يعني ده شرف ليا اصلا. عايزين يعني عايزين يا تنزل على ارض الواقع. ينزل ويكون في تكريمات على ارض الواقع واهتمام على ارض الواقع.
طيب تمام، بما ان معانا برضه الاستاذ علي زياده خال الكابتن هبه رأفت، نحب نساله برضه يا استاذ علي عن مدى التشجيع اللي بتوفروه لهبه، بحيث ان هي ربنا يكرمها برضه، وتحس انتوا يعني بتشجعوها ازاي او بتقفوا جنبها ازاي؟ هي هبه يعني اعتماد على النفس غير عادي، من وهي صغيره بتعتمد على نفسها وبتحاول توصل لمرتبه في كل حاجه، في التعليم وفي الحياه العمليه. مش عايز اقول لحضرتك ان هي الايد اليمين بتاع والدها في الشغل بتاعه، ما شاء الله بتساعده كمان، بتساعده في شغله على طول، وبتساعد اخواتها بشكل غير عادي، ومامتها وكانت تيتا معاها على طول، هي اللي واقفه معاها. ده بالاضافه ان هي بقى في التعليم بسم الله ما شاء الله، يعني ايه بتاخد مجالات كتير قوي في التعليم، يعني هبه درس صحافه والدرس مواد بشريه، مدربة تنمية بشرية كمان، مدربة مواد بشرية كمان، انت كده متعددة المواهب بسم الله ما شاء الله يعني عليها، وهي بتحط اهداف لنفسها ان هي توصل لاعلى حاجة يعني. لا هي باذن الله يا جماعه، على فكره كل الميداليات اللي حصل عليها هبه كمان غير شهادات التقدير، انت برضو ممكن تورينا شهادات التقدير بتاعتك يا هبه؟ اتفضل. اساعدك اساعدك، اللي بيوريها ناحيه الكاميرا، خليها ناحيه الكاميرا، وريها لنا انت يا استاذ علي. طب يا جماعه ديت شهادات ديت لتاهيل ذوي القدرات الخاصه لسوق العمل، ديت شهاده شكر وتقدير لكابتن هبه، تمام. وديت ايه يا هبه؟ وديت يا جماعه برنامج اداره الازمات، فيها كمان واخده فيها دوره واجتازتها باجتياز، تشهد المجموعه العربيه للدراسات بالقاهره باجتياز هبه رأفت محمد قطب برنامج اداره الازمات. دي مواد بشرية. وديت يا جماعة برضو شهادة في إدارة الأزمات. بسم الله ما شاء الله، أنا فخور والله جدا بك يا هبة. وده يا جماعة يشهد فرع أسيوط، الاتحاد المصري للكاراتيه فرع أسيوط، بيشهد إن هي تحت سن أو فوق سن 18 حصلت على المركز الأول في الكاتا فردي. وديت برضو تشهد جريدة الوكالة المصرية ومؤسسة الطويل للتنمية والأعمال الخيرية بأن السيدة هبة رأفت محمد قض قد حصلت على دورة تدريبية في فن المراسلة والتحرير الصحفي واجتيازها بنجاح. يعني أنت كمان زميلة في المجال يا هبة؟ اه طبعا، هي تعتبر زميلتنا في المجال. أنا سامع أن أنت نفسك تبقى مذيعة. اه معانا مداخلة الأستاذ ميمي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. ازي حضرتك يا أستاذ إسلام؟ ازيك يا أستاذ ميمي، صباح الخير. ربنا يعز حضرتك، وانا مبسوط جدا بالمحتوى اللي حضرتك بتقدمه، وبتقدم حاجات زي دي قدوه لاي حد. الله يخليك يا فندم، طبعا ده اخواتنا واولادنا، ويعني انا والله العظيم انا فخور جدا بوجودها معايا في البرنامج، يعني انت وجود هبه معايا في البرنامج والله شرف ليا كبير جدا يا استاذ ميمي بجد. ان هي يعني انا بتفرج على كابتن هبه، وليا الشرف ان انا اشارك في برنامج مع حضرتك زي دوت، واشوف البطولات الجميله ديت، ويا ريت بناشد المسؤولين ان هم يدعموها ويكبروا موهبتها، حتى كمان وناخد فرصه للي عنده ظروف خاصه زيه زي الصعيده بالظبط. لا هي بجد ربنا يوفقها جدا، حاصلها يا جماعه على دوره في التنميه البشريه، والشهادات قدامنا هي ده غير الشهادات كمان اللي هي ما طلعتهاش لينا الكابتن هبه، ده دي الشهادات بس اللي طلعتها لينا، دوره في الصحافه واخدها باجتياز، دوره في التنميه البشريه، غير ان هي حاصله على المركز الاول في رياضه الكاراتيه في اسيوط. طبعا احنا انا عرفت برضو منك ان انت عاوزه تبقي مذيعه. انا هدي لك الفرصه ديت على الهواء، انت المذيعه وانا الضيف بتاعك. اتفضل. شكرا يا استاذ ميمي. يلا اتفضلي اسالي اللي انت عاوزاه، وانت المذيعه وانا الضيف بتاعك. يلا انا معاك. يلا. طب انا اسالي اللي انت عاوزاه. لا انا لا، خليهم زي ما هم كده عادي، خليهم. يلا اسالينا اهو، اسالينا. انا الضيف بتاعك وانت المذيعه، انت نفسك تبقى مذيعه وانا هحقق لك اللي انت عاوزاه ده على الهوا الوقت. اتفضل. تسالي الضيف اللي معاك ايه بقى، مش تساليه الاول كده اسمك ايه؟ الله ماشي براحتك براحتك. اسمك ايه؟ اسمي اسلام محمد عبد الجواد. خريج ايه؟ خريج كليه الاء. قسم ايه؟ اذاعه وتلفزيون. بدات في المجال؟ بدات في المجال تقريبا بعد ما اتخرجت على طول. عندك اي انجاز؟ والله هو الانجاز الوحيد في حياتي ان انا شفتك يا هبه. الانجاز الوحيد في حياتي ان انا شفتك واتقابلت فيك بجد النهارده.
والله بجد انا سعيد جدا ان انا اتقابلت فيكي. طيب انت نفسك تقابلي مين بقى من الشخصيات الكبيره، ولا ايه اللي نفسك تعمليه للجماعه ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصه؟ انا اول واحده في السعيد كله بتلعب كاراتيه. فانا حابه ان انا اعمل فريق كاراتيه. عايزه تعملي فريق كاراتيه خاص بيكم؟ تمام. في عندنا طيب. في اسيوط. لان انا كل بطوله بطلع. تمام. التمرين ما يبقاش في، عايزه يبقى في فريق متكامل ودنيا متكامله. مش مجرد ان انت لوحدك بس من اسيوط. او من ذوي الهمم. عم بطلع في الصعيد. احنا عندنا في الصعيد لا الصعيد اي، بحكم ان هو بعيد شويه عن القاهره العاصمه وكده برضه. لا والبنت دي ما ينفعش تطلع ومش عارف ايه. لا بس انت تحديتي كل الظروف يا هبه، وبسم الله ما شاء الله بجد. والاستاذ علي زياده يا جماعه خلي الاستاذه هبه، يعني بجد احنا حديثنا كله مع هبه، لان بجد انا سعيد بها جدا يا استاذ علي. الله يخليك يا استاذ. بجد انا سعيد على فكره جداً. عايز اقول لحضرتك برضه ان هبه عندها ان هي بتحب اعتماد على النفس اعتماد كلي. تمام. يعني بتروح اسيوط والجنه القاهره في الساعة 12 بالليل الساعة 2 بالليل مفيش أي مشكلة خالص، وبتحاول هي تعتمد على نفسها اعتماد كلي وجزئي، مفيش يعني باباها برضه بيدعمها دعم كبير، بس هو مديها الفرصة إن هي تعتمد على نفسها يعني. لا هي مدى حياتها. أنا بجد أنا والله أنا مش عارف أقول لك إيه على فكرة، يعني تخيلي بقى إن أنا قاعد أنا مش عارف أقول لك إيه على البطولات والحاجات اللي أنت واخداها دي. أنا والله ما عارف أقول لك إيه. بنت واخدة دورات بسم الله ما شاء الله أكتر مني أنا شخصيا. لازم كل من قلم يبقى له كيان. طبعا طبعا لازم كل واحد يبقى له كيان وهدف لازم يوصل له. كل بنت لازم يعافر عليه يا جماعه، سواء بنت او ولد او سواء سليم او عنده اعاقه. كل بنت بس كده بقى في الجواز بقى كده. لا دي معلومه غلط. لا طبعا اي مش كله برضه في ناس كده. الجواز كده هي لا خلاص كده دفنت نفسها. تمام دفنت نفسها. يعني اهمها يبقى ليها كيان هدف وكيان وتحقق ذات. تقدر تربي اولادها. صح لازم طبعا تبقى متعلمه ودارسه وفاهمه عشان تعرف تربي وتخرج جيل فاهم وجيل واعي. والله كلامك زي العسل يا هبه، وكلامك امتعني انا شخصيا والله. هي هبه عندها طموح برضه ان هي تقابل سياده الرئيس في مؤتمر الشباب. هي بتقدم بقى كام سنه كده ان هي تحضر مؤتمر الشباب. بنوجه رساله يا جماعه من اسره البرنامج للسيد رئيس الجمهوريه بان والساده المسؤولين يتيحوا الفرصه للكابتن هبه رأفت اللي مشرفانا النهارده بان هي تحضر احد مؤتمرات الشباب تحت رعايه السيد رئيس الجمهوريه. احنا طب انت عايزه في حاجه عايزاها تقوليها في نهايه البرنامج؟ عند قبل قولي اللي انت عاوزاه. امنيتها انها تقابل الفنان تامر حسني برضه من ضمن امنيتها. والله يعني ربنا يحقق لك امنيتك، وانا عن نفسي هعمل كل اللي اقدر عليه عشان احاول انا اوصلك ليه. لان هو من انا محترم وجدع وجودة، وهو من اسيوط عندنا. من اسيوط من عندك ايه؟ من ابو تيخ. تمام. فمن اقدم محترم. تمام. احنا يا جماعه للاسف وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، وبحب اشكر الكابتن هبه رأفت اللي بجد كانت فخر الحلقه النهارده، بجد فخر الحلقه وفخر البرنامج كله. وبشكر خلى الاستاذ علي زياده، وبشكر برضو الشيف اللي كانت معانا في الفقره الاولى الشيف ولاء مهدي. وبقول لكم انتظرونا الاسبوع الجاي وحلقه جديده من برنامج ابن حياتك يوم الاحد القادم. سلام عليكم.